الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم كافة المستمعين الأكارم على موجات إذاعة راديو مات في هذه الحصة الرمضانية المتجددة بحول الله عز وجل وقوته في شهر رمضان، شهر البركات وشهر الخيرات وشهر النفحات وشهر الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل. لازلنا في وقفات مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مع صفاته، مع شمائله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونحاول أن نقف اليوم مع كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان آية في الكرم، وآية في الجود، وآية في بذل ما في يده للناس. فلم يكن يهتم لأمر الدنيا، ولم يكن يهتم لما بين يديه، وإنما كان همه الأول والأوحد والأكبر هو نفع الناس وإفادتهم بكل شيء. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فقال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كافة أيام العام، في كافة أيام السنة كان أجود الناس، وكان لا يعرف عنه إلا الجود والكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان جوده يزداد، وكان يجود أكثر خلال شهر رمضان. لماذا؟ استغلالا لنفحات الله عز وجل في هذا الشهر، وتتبعا لهذه البركات وهذه الخيرات التي سخرها الله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل عن شيء إلا أعطاه. يعني ما فماش واحد يجي يسأله ويطلب منه حاجة إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه، أي الرجل هذا اللي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني هذا الإنسان يعطي في شيء، انت إنسان ما يعني خزائن قارون يصرف منها، فلا يهمه ولا يخشى الفقر. وهذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله، ولا يهمه الدنيا ولا تعني له، لأنه هو مبعوث من لدن الله سبحانه وتعالى برسالة، ولم يبعث من أجل جمع المال وجمع الغنم وغيرها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يسأله أحد عن شيء إلا أعطاه إياه. يذكر أيضا أنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في واقعة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس مرة جبة جديدة، يعني أهديت إليه جبة جميلة وجديدة. فأول ما خرج من بيته بها للناس، رآها أحد الناس فأعجب بها، يعني أعجبته، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رجع إلى داره ونزعها وأعطاها للرجل هدية. لماذا؟ لأنه الرجل الذي أعجبته. فهذا من جوده ومن كرمه. سبحان الله، إنسان، تخيل إنسان شري لبسة جديدة، ولا شري فيسطة جديدة وسمحة، ولا هداوله فيسطة سمحة وغالية وجديدة وكذا، خرج يشوف في واحد كما نقوله ما في حلوش، ويعرفه ما في حلوش، عجبته الأكل فيسطة، يروح لأنه هو عنده ما شاء الله وربي موسع عليه، يروح ويحطها نقوله احنا في ساك ومدهل. هذه لا يفعلها إلا إنسان يعني بلغ الغاية، بلغ الذروة، بلغ أقصى الحدود في الجود وفي الكرم. وهذا هو، وهذه هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي أمارته، وهذه هي علامته. فينبغي علينا خاصة في هذا الشهر في كل الأوان أنه نحتذي وحذو النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما نقولوش أنك الإنسان مش يعود يفرق في ممتلكاته على الناس. بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سأله سيدنا عمرو بن العاص، سأله قال: أتصدق؟ كان سيدنا عمرو بن العاص مرض شديد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده،
فقال قال يا رسول الله أظنني يعني سأموت في هذا المرض، لأن المرض قد اشتد به كثيرا، فأتصدق بكل مالي. قال حب نتصدق فلوس الكل، وكان لبس عليه يعني كان ربي موسع عليه في التجارة، موسع عليه في الرزق بشيء كبير برشا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال أتصدق بنصف مالي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا، قال بالثلث، قال الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعطي روحه بكل ويقعد بلاشي، ولا يخلي ورثته بلاشي. قال لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فوافقوا وحثوا على أنه يتصدق، وعلى أنه يعاون الناس، وعلى أنه يعاون الفقراء، لكن من غير أنه شو اللي هو فقير على حساب غير، يعني يعطي للناس ويرجع هو فقير. لا هذا لا ينبغي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل ما عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مهمة وعنده رسالة. ونحتذي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في البذل وفي الجود وفي الكرم، بطبيعة الحال ما غير ما ننبه ولا ما غير ما نذكره على أنه الإنسان يجب أن يتحرى، خاصة في هذا الزمان، أنه يتحرى في ليشكون يعطي، لأنه سبحان الله قلت الأمانة للأسف عند بعض الناس، وتجده يعني لبس عليه وربي موسى عليه، ولكنه استمرأ وعجبته الطلبة كما نقول نحن، ويسأل الناس ويطلبهم ويعمل روحه فقير وغيرهم. فإنسان يحاول يتحرى قليلا، ويحاول يبذل ويجود ويعطي للناس ويعاونهم، بإذن الله يكون مع الصديقين، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في يوم القيامة في جنات عدن بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نترككم على موجات إذاعة راديو ماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.